ما المراد بالنامصة والمتنمصة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أعوذ بالله، لعن رسول الله إيه النامصة؟ النامصة هي المرأة التي ترقق حاجب امرأة أخرى، اللي شغالة يعني، دي اسمها النامصة. النامصة المرأة اللي بتعمل كوافيرة وبتقف لترقق حواجب النساء أو لتزيل الحاجب بالكلية ثم لتعيد رسم الحاجب مرة أخرى، هذا هو النمص. ومن فعل ذلك تعرض نفسها للعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المتنمصة هي التي يفعل بها هذا، والواشمة والمستوشمة. الوشم معروف نوع من التغيير أو وضع علامات معينة أو إشارات معينة في أجزاء محددة من الوجه تريدها بعض النساء أو يريدنها بعض النساء. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني تتعمد ذلك لتغيير الخلق. وأنا أقول سبحان الله، عجبا للمسلمة وهي تعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما أجمل خلق الله عز وجل، لكنها تتعمد هذا المسخ وهذا التشويه، التشويه الذي لا تقبله الفطرة السليمة، فضلا عن الذوق الرفيع وفضلا عن إدراك معاني الجمال الحقيقية. فما أجمل خلق الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا ينبغي على المسلمة أن تعرض نفسها لهذا اللعن وأن تعرض نفسها للطرد من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال التي تقلد بها غير المسلمات تقليدا أعمى. فعلى المسلمة أن تقلد عائشة وأن تقلد خديجة وأن تقلد الزهراء بنت سيدنا رسول الله وأن تقلد أمهات المؤمنين وأن تقلد الصالحات، لا أن تقلد البعيدات عن دين الله تبارك وتعالى وعن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن تضعف المرأة أمام هذه الشبهات المثارة، وإنما لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من حاجبيها. طيب، ما حكم الشعر بين الحاجبين؟ هل هو من شعر الحاجبين؟ يحرم على المرأة المسلمة أن تأخذه. للمسألة للعلماء في المسألة قولان: منهم من يرى أن الشعر بين الحاجبين من الحاجبين وعليه فلا يجوز أخذه، ومنهم من يرى أن هذا الشعر ليس من شعر الحاجبين وعليه فلا حرج إن ظهر الشعر بين الحاجبين أن تأخذه المرأة. وأنا أقول بذلك، أنا أقول بجواز أن تأخذ المرأة الشعر بين الحاجبين ولا حرج عليه في ذلك، بشرط ألا تأخذ شيئا من حاجبيها حتى ولو كانت منتقبة، لأن بعض الأخوات المنتقبات يتصورن أن هذا لمن يكشف الوجه. لا لا، حتى ولو كانت المرأة منتقبة ولا تظهر وجهها إلا لزوجها. فلا ينبغي أن تعرض نفسها لهذا الوعيد الشديد، للعن وللطرد من رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير.